رسميا يا إخوان. وأخيرا عودة باكجات نجوم الأسبوع داخل اللعبة. رسميا الباكج القادم هذا الخميس سوف أقول أنه سوف يكون بنسخ أسطورية وبنسخ بوستر، سوف تكون من أفضل النسخ داخل اللعبة يا أخي الكريم. إذا كنت يا أخي الكريم لأول مرة تشاهدني فلازم تشترك معي، فعل زر الجرس لتتوصل بكل تسريبات بيس موبايل المضمونة والرسمية. لن تجد أي تسريبات مضمونة إلا في هذه القناة يا أخي الكريم، لذلك نصيحتي لازم تشترك معي لتتوصل بكل هذه التسريبات إن شاء الله. أما الآن إخوان سوف ننتقل مباشرة في تفاصيل مقطعنا. كما يعلم الكل في هذا المقطع سوف أسرب لكم كل النسخ ذو خمس نجوم والتي سوف أتوقع نزولها بنسبة 100% في باكج نجوم الأسبوع القادم هذا الخميس. وأول لاعب يا أخي الكريم تألق هذا الأسبوع غرين وورد في مركز RWF بلفل 86 داخل التشكيلة، بانتقالنا إلى اللاعب التالي وزيركيزي في مركز LWF بلفل 86 داخل التشكيلة. أما بالنسبة لانتقالنا إلى مانشستر سيتي تألق الأسطورة كوفازيتش في مركز MF بلفل 89، وإن كانت نسخته بوستر أتوقع أن تصل إلى 100 داخل التشكيلة. أما بانتقالنا إلى اللاعب التالي وهو الأسطورة توران في مركز CF بلفل 88 داخل التشكيلة أو 97. أما بانتقالنا إلى اللاعب التالي هو المهاجم السريع جدا أوكافور في مركز CF بلفل 88 داخل التشكيلة. بانتقالنا إلى أرسنال بطبيعة الحال تألق الأسطورة وكايوساكا في مركز RMF بلفل 101 أو 102 إن كانت نسخته بوستر. أما بانتقالنا إلى ريال مدريد بطبيعة الحال تألق رودريغو في مركز CF بلفل 89 داخل التشكيلة. وبانتقالنا إلى FC بارسلون رسميا هذا اللاعب سوف يكون أقوى لاعب داخل هذا الباكج، وهو روبرت ليفاندوسكي في مركز CF بلفل 101 أو 102 داخل التشكيلة إن شاء الله. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، أتمنى منكم اشتراك في القناة ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.